يسعد اوقاتكم عن جديد. بنحاول دائما برمضان بيجمعنا على قناه سما الفضائيه نذكركم بما يتعلق بتنميه الذات، بتنميه المهارات، امتلاك الادوات والاساليب لدخول سوق العمل، ونحن جاهزين ومدججين بما يتطلبه هذا السوق من اسلحه. يعني شوي عم صعب الكلمات حتى فعلا نهاب الموضوع، ما ننطر نحن لنتخرج من الجامعه قالوا يي في سوق عمل نحن اللي درسناه بالجامعه ما بيشبهه، ما أخذنا مثله أبداً، فشو بينقصني أنا لفوت لسوق العمل؟ كيف ممكن أنا أكون إنسان بسنة رابعة أو خامسة من التخرج جاهز فعلاً بعد التخرج بعد 4 شهور 5 شهور لاقي فرصة عمل وأنا جاهز لها، خصوصاً أنه عم يكون الشخص قادر يطور نفسه بمنصات الأونلاين اليوم يا رغد، أو يعمل دورات تدريبية، أو حتى هو بذاته يطور ذاته. يعني في مهارات كثيره بنتعلمها صرنا فعلا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، وخصوصا ورد لما يكون الشخص قادر انه يطور شخصيته بسوق العمل ويطور من سلوكيات كانت عنده مهمشه يمكن او مهمله وطلع منها بشيء ايجابي، خصوصا اذا كانوا بمجال الاداره يلي بيحتاج وقت كثير كبير لتخطي العقبات. تفاصيل اكثر رح نحكيها مع ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستوديو، مدربه التنميه البشريه الاستاذه وجدان خربوطلي. مساء الخير ورمضان كريم عليك يا رب. مساء النور، يعطيكم الف عافيه ان شاء الله. الله يعافيك. خير، اهلا وسهلا فيك استاذه وجدان، يسعد مساكي. فعلا سوق العمل بيحتاج لكثير ادوات، كثير مهارات، خاصه اذا كنا ببوزيشن بيتطلب مننا اشراف واداره. أوكي. كيف بينظر مفهوم علم الاداره لسوق العمل، وشو صفات المدير الناجح بالبدايه؟ هلا اذا بدنا نحكي عن سوق العمل ومدير لمؤسسه معينه او لاي شركه عمل، فنحن بدنا نفرق انه هل هو هذا الشيء مكتسب ولا هذا الشيء موجود فطري. اذا كان مكتسب معناته هو قابل للتعلم، بس اذا كان شيء فطري هل هو بالفعل شيء فطري، حدا بيخلق انه هو قادر انه يكون مدير ولا حدا لا ما انه قادر انه يكون مدير، فهو اصلا حتى لو تعلم ما رح يمشي الحال. شو الجواب هلا الصح؟ في نظريه بتقول انه هو في مثل منحنى اذا بدنا نقول او خط بياني، في 2% من الاشخاص قابلين لل او هن بيولدوا قاده بيولدوا هن عندهم هي الصفات كلها الموجوده. في 2% بنهايه هذا الخط البياني هن غير قادرين او مستحيل انهم يكونوا قاده. 2% ب 2% بيصفى عنا هون 96%. هدول ال 96% بالخط المنحنى الخط البياني هن باعلى الهرم، يعني قابلين لانهم يكونوا قاده. فالاداره هي شيء مكتسب اكثر ما يكون فطري تماماً. شيء يلقن ويقنن ويعلم بنظريات وسلوكيات اكثر ما يكون شيء فطري بالفترة. تمام، بس في اشخاص اللي هن نسبتهم كثير قليله ما ممكن حتى لو انت بتشتغل عليهم وبتحاول ما رح يصير. هلا هدول بالمنحنى البياني نحن بنعتبرهم نقاط شاذة فبنشيلهم من الاحصائيات، بنقول هدول انحرفوا عن المتوسط. تمام، بس نحن بدنا ناخذهم بعين الاعتبار انه في شخص ما له قادر. اوكي. طيب، يعني يمكن القائد له صفات يعني صفات سلوكية مثلا، حدا عنده مسؤولية كثير عالية، حدا عنده شعور بانه هو ما في حدا فوقه، يعني انا اللي بكون الليدر، انا كلمتي اللي بدها تمشي، وبكون دائما على حق وعلى صواب وعنده حكمة. شو هي صفات القائد؟ خلينا نحكي قبل ما نتوسع بالموضوع. اذا بدنا نحكي عن صفات القائد بدك كتاب كتاب. هن الصفات كثير كثير كثار، ويعني لا يعني مو كلهم بنفس الأهمية، ما لا يقل عن 37 صفة، وهي كل واحدة إلى أهم الصفات. أهم صفة بدنا نقول أو هي الصفة يلي بتميز القائد هي صفة كتير كتير مهمة، هي صفة التحليل. صفة التحليل يعني هذا الشخص قادر أنه مو بس يحلل هذا الشخص كشخصية، كمان قادر أنه يحلل هذا الشخص ك قدرات. هل هو اذا انحط بهذا المكان رح يعطي صح ولا هو ما له قادر يعطي صح؟ يعني يحط الشخص المناسب بالمكان المناسب، عنده رؤيه، عنده رؤيه، عنده محاكمه عقليه صحيحه، عنده تحليل حتى للمواقف، حتى للنفسيات،
حتى لطريقة، في ناس بتمشي بالترغيب، في ناس بتمشي بالترهيب، في ناس بدها حوافز، وفي ناس لا بدها عقوبة. هو بيقدر يجمع كل هدول ويقود الفريق. هو بده يكون عنده، هي إذا بدنا نقول القائد الناجح. فإذا بده يكون قائد ناجح، هي أهم صفة من الصفات. بيجي بعدها الثقة بالنفس والكاريزما، الاعتداد تمام، يعني حتى هو الذكاء الاجتماعي. صحيح. فهدول كلهم بده يكونوا، غير انه بده يكون ملم مو ملم، حتى عنده يعني فكره واسعه وشامله عن المؤسسه اللي هو تفاصيل التفاصيل. يمكن ما بعرف اذا بتوافقيني الراي، بس احيانا التدرج الوظيفي، يعني لما انا اجتهد بشغلي ممكن انا ما اكون صالحه لحتى اكون ليدر، لانه انا ما عندي صفة. ممكن انا حدا خجول، ما بقدر احكي قدام بابليك سبيكينج مثلا، ما بقدر اتعامل مع كل الموظفين، فانا لازم يكون عندي صفات معينه لحتى اكون قائد. يمكن يكون في حدا من الموظفين ما عنده الكفاءة الوظيفية اللي أنا عندي إياها، ولكن بيصلح أنه يكون قائد أكثر مني. في أشخاص إذا حطيتيها كموظف تبدع، بيحبوا ينقادوا وليس يقودوا. تمام، ما عندهم. وفي أشخاص عنده فكر إبداعي، إذا بتحطيها هذا كموظف، هذا بده يتمرد، بده يحس حاله مضغوط، بده يحس حاله مربط، ما عاد يقدر يطلع هالطاقات اللي عنده. بينما هذا حطيه بموقع، ولو مثلا يعني حسب هو التدرج الوظيفي ممكن انه يكون لا بمرتبه معينه، رح يبدع بالعكس، حيطلع الطاقه اللي عنده، وحيكتشف من الموظفين اللي تحت ايده شو عندهم. تمام. حنحكي هلا بعد شوي كثير مفصلا عن سوق العمل، فقرتنا مع حضرتك طويله، بدنا نكسبك لاخر مدى، ولكن حاحكي شوي عن المدير الأكاديمي المهني البروفيشنال، ونحكي عن المدير بالشرق الأوسط، مدير إدارة اللي طجت لعبات، مدير إدارة مبدأ الضرة، مدير إدارة تبع أنه فرق تسود ممكن تكون تبع هاي بيقولوا له البيرد، الموظف اللي بينقل كلام، هذا اللي بيحبه بعض المدراء، حنحكي عنهم بالتفصيل. خلينا نروح لقصة. أنا حتى أكون مدير محبوب من قبل مرؤوسيني، من قبل القسم اللي أنا بديره، من قبل الشركة اللي أنا بديرها، الفرع، whatever. كيف لازم حبب موظفيني فيني؟ لأنه لما الموظف يحب مديره بيبدع. هلأ إذا بدنا نحكي عن علاقة عمل، بدنا نقيم المحبة على جنب. المحبة المهنية أنا قصدت. تمام تمام. في فرق بين أنه هذا الشخص يعني عم يقدم، فأنا عم أدره، عم بعطيه على قد يعني الطاقة اللي عم يبذلها أو المجهود اللي عم يبذله، أو فهو عم يتكرم بنفس التقدير. التقدير أنت عم تقدر هذا الشخص. بينما إذا أنا الشخص آخر عمل يعني عمل بسيط وتوجه له التقدير، هون حيصير في منافسة. حتى المنافسة بدها تكون مدروسة، يعني ما تخلق يعني مشاحنة أو تمام تمام، أو يصير مشاكل ضمن الجو الوظيفي. يعني في بعض المدراء بيتعمدوا يخلقوا غيرة بين مرؤوسينهم. بيستدعي واحد بعد واحد، وحدة بعد وحدة لعنده على المكتب، بحسس كل وحدة وكل واحد إنه أنت الأهم عندي، مو مثل هديك يلا ماشي، هديك شغله بيمشي. بيجي اللي بعده نفس الكلام، بيقوم بيجتمعوا المرؤوسين مع بعضهم، بيكتشفوا انه الكل سامع نفس الكلام، الكل حاكي نفس الكلام. هذا المبدا اللي بسميه انا الاداره بالضره، انه بس حس حدا كبر بجيب له ضره. سكرتيره مثلا بلشت تتمرد، طالب بزياده راتب، طالب بقصه، جبل للقرين فورا. قديش صح وقديش غلط هذا المبدا؟ بدنا نفصل بين العلاقات الشخصيه والعلاقه المهنيه. في إلى حدود كل علاقة بين أي شخص والآخر، في إلى حد، في إلى قواعد. يعني القمة فيها هي الاحترام، بعدين تقدير الآخر. أنا على أي أساس بتعامل مع أي شخص تاني؟ على أساس شو عم يقدم لي وشو عم باخد منه مصلحة. فهون هلأ عم طبعا طبعا في أخذ وعطى، فهو عم يقدم صح فبده يتقدر صح. طالما في قواعد واضحة، اللي بيريحك بالتعامل هو يكون خطوط واضحة، وصف وظيفي واضح. تمام. تمام تمام. ما في فراغات، ما في ثغرات للنظام الوظيفي. بيقولوا لك لا انه بده يكون المدير عندهم علاقات مع بعض، وبيطلعوا لبرا وبيتغدوا سوا، في شيء اسمه غداء عمل. هي نادرة بحس. في شيء اسمه غداء عمل. الصداقة في حدود.
فلما بيكون محطوطة بإطار الصح لا بتزعل حدا ولا بتضايق حدا، وبالعكس هون بدم في أول شيء الاحترام، فهون حيكسب هو موظفينه. يعني بزنس از بزنس مثل ما بيقولوا. ولكن بالعودة للتدرج الوظيفي، يعني في عنا مثلا مدير قسم، في عنا مدير مكتب، في عنا مدير مؤسسة، في عنا مدير عام CEO تبع المؤسسة بشكل عام، يعني فهي تدرج وظيفي يمكن من يعني من هيك أدنى الدرجات إلى أعلاها في مدراء نحن عنا. شو بيفرق صفات المدير ما بين السلم بالأعلى والأسفل؟ يعني الصفات اللي تنطبق عليهم بشكل عام يمكن في صفات مشتركة، ولكن كل واحد بيتميز بمركزه عن الثاني، شو هن؟ طبعاً هلأ هو التدرج الوظيفي بغض النظر عن المسميات، مدير ولا مدير قسم ولا، هو تدرج وظيفي أثبت كفاءته هذا الشخص بالمكان اللي هو موجود فيه، فهو يعتبر أنه معبي المركز اللي هو قاعد فيه. العمل بغض النظر عن المسمى، أنت كيف تنظري له؟ في قصة بيحكوا لك عن طفل كان بالمترو عم يبيع أقلام رصاص، فأجا شخص اشترى منه، أعطاه نقود وما اشترى. لما طلع رجع لعنده قال له بعتذر منك، انت رجل اعمال وانا مالك عم تشحد، فانا بعتذر منك، اخذ منه بضعه اقلام. فهو هون المسمى الوظيفي هون هو طفل على بسطه، صحيح تمام، بس لما هو وجه له قصه انه هو رجل اعمال، فهون حطه بالاطار اللي هو موجود فيه. فبغض النظر عن أنت وين مكانك بتدرجك الوظيفي، بجوز مسؤول التنظيفات ولكن مأدي واجباتك تمام، بس معبي هذا المركز. يعني أي مؤسسة من دون نظافة هي مؤسسة فاشلة. تمام، هلأ اللي كانت عم تحاول تحكي رغد هو الهرم التنظيمي بالمؤسسات، مجلس الإدارة بيجي تحتهم مثلا، أو بلون صاحب الامتياز مجلس إدارة بيجي CEO، مدراء أقسام تماماً، بيجي رؤساء أقسام، ولكل قسم في مديريات وحسب الوزارات تمام، أو حسب المؤسسات الخاصة. هيك مفروض يا رغد تمام. ولكن تعي لقلك على مؤسساتنا، نحن مؤسساتنا دائرة، كل الموظفين في محيط الدائرة، وبالسنتر في شخص، ما في هرم بيراميد، في عنا سيركل تماماً. يعني في بعض المؤسسات ما بيقدروا مثلاً هذا اللمبادير يشيلوه من هون لهون قبل ما يرجعوا للسنتر، فما في صلاحيات للرئيس، رئيس القسم، رئيس الإدارة، رئيس المالية، مدير المالية إلى آخره. في صلاحيات معطاة لشخص واحد. عم بحكي عن وطننا العربي إجمالا. تمام، هون رجعنا لقصة أنه بده يكون القانون أو النظام، النظام الشركة واضح. طب قديش الهرم التنظيمي للمؤسسات بيلعب دور بتطوير الموظف وارتقائه أو تقييده وتحجيمه؟ أكيد بيلعب دور. بتلاقي ببعض المؤسسات الحاجب هو الآمر والناهي واللي تمام. فنحن إذا كان لا، هذا الموظف اللي قاعد خلف مكتبه واللي قضى عمره عم يدرس لحتى يحصل على هي الوظيفة، عم يؤدي وظيفته بشكل كامل، ما في فوتات وطلعات وقصص تانية لحتى يقدروا إنه يكون ينضغط عليه ما يمشي هي ولا ينضغط عليه ويمشي، فهون الشيء واضح فلح يمشي كل شيء بأمر بصورة. هون بقى ما بقى صفي، لا في هرم وظيفي ولا في هرم. هون قلت لك ممكن يكون الحاجب هو اللي المدير استلم الأمور تمام. المشكلة إحنا قوانيننا حلوة على الورق، يعني على الورق قوانيننا حلوة، بتدخل على أي مؤسسة مكتوب الهرم التنظيمي وسير العمل والاتصالات الصاعدة والاتصالات الهابطة، بس لما تجي على الواقع بتلاقي العكس. احنا ما بدنا ننظر النظرة التشاؤمية، خلينا نقول انه هلأ المؤسسات الجديدة عم تحاول او ماشي على الطريق، فان شاء الله بالمستقبل بنشوف مؤسسات تنظيمها صح، تطلع هالطاقات وهالإبداع الموجود عند الشباب. يعني حرام تلاقي طاقات بأمور بسيطة ممكن يطلع شو في عندها، ممكن بالفعل ينحط الشخص المناسب، بس المهم بالمكان المناسب. يمكن إذا بنقرأ التاريخ بنطلع بنلاقي المرأة كانت ملكة،
كانت قائدة جيوش، كانت قارئة، كانت عالمة. يعني اليوم يمكن نظرة المجتمع للمرأة شوي اختلفت. برأيك الرجل أو المرأة بمكان مدير العمل عم يقدم كفاءة أكبر، بغض النظر عن الحدود والقيود الاجتماعية، بغض النظر عن المهام تبع المرأة، أنه هي ممكن تكون أم، ممكن تكون هلأ عروس جديدة، وهي التفاصيل اللي نحن كتير يمكن تأخذ وقت معنا لحتى نعرف مكانة المرأة الصحيحة بالعمل. مين الأكثر كفاءة عم بيكون، المرأة أم الرجل؟ سؤال خطير هذا. هذا بالإدارة أصدق. هو ملغوم وحاطيني إلي لأنا جاوب. فلنقول إذا بدي حط قاعدة أنه مرأة أفضل ولا رجل أفضل، التاريخ كمان بيثبت لك أنه كان في سيدات كتير بمواقع قيادية وكانت ممتازة. صحيح. كانت كفء وكانت يعتمد عليها. نحن هون بس بدنا نفرق بأنه في سيدات العاطفة، يعني تفكيرها من جهة العاطفة يبدأ، فبينخاف عليها أنه هي إذا كانت بموقع وتعرضت لظروف، كونه نحن كلياتنا عنا ظروف، أنه يعني لنقول يعني شوي يتأثر تفكيرها، يعني ما يكون تحليل منطقي. بس هذا أنا ما بعمم، ما في فرق بين المرأة والرجل كموقع قيادي. ممكن بالفعل تكون أفضل ببعض الأماكن المرأة أفضل، وببعض الأماكن الرجل أفضل. هلا أنا بحب أحكي علميا وأكاديميا كتير. إذا بتسمحي لي كمان أعطي فكرة من رسالتي الماجستير وأطروحتي الدكتوراه اللي تعلقت بإدارة موارد البشرية. على طول كانوا الدكاترة المشرفين علي هون هالرسائل والأبحاث المحكمة يقولوا لي خذ متغيرات فيرموغرافية وديموغرافية. أول شيء ما كنت أعرفهم كطالب ماجستير شو يعني، بعدين قالوا لي لا بيفرق الإدارة والأداء الوظيفي بين رجل وأنثى، فخذ عطول دروس ذكر أم أنثى الموظف أو المديرة. فتبينت بالأبحاث والدراسات والقراءات اللي قرأتها أنه الأنثى دائما عاطفية ببعض المواقف المفصلية التي تتعلق بالإدارة، عندها حاجات جسدية شهرية لمدة أسبوع أو 9 أيام، هي ما تقرب تأخذ منها قرار، عندها أم حامل ومرضع، عندها بيت تقوم فيه، فملقى عبء على كاهل هالمديرة أكثر من الرجل. تمام. ممكن يكون الرجل أكثر حكمة بالإدارة لأنه أعباؤه أقل بالبيت. هون بدنا نفرق عن بالإدارة، يعني أكيد أنا ما حقول مثلا كموقع شرعي مثلا أنه مثلا هي قاضي شرعي أو بقصص الطلاق بظن هون حتلعب العاطفة. بس إذا هو شيء أكاديمي بحت أو صرف يعني فقط 1+1=2 تماما علمي، هون ما في عاطفة. فهون ممكن تكون تتفوق المرأة على الرجل بهذا المجال. تمام. أنا عم بحكي من وجهة نظر تنمية. أوكي. طب من وجهة نظر تنمية كموظف، أنا فتت لمؤسسة وهلأ هيك حكينا بالمقدمة رغد، وأنا بدي أتطور بسوق العمل، بدي أجيب مهارات، أكسب خبرات، شو النصائح؟ هلأ في عنا مثل قاعدة لنقول، في عندك الإيجابيات والسلبيات. تمام. يعني كل شخص بده يحط ورقة وقلم، أي شيء غير مكتوب هو مجرد أمنية وليس هدف. فنحن هلأ بدنا نقول لهذا الشخص هدفه أنه يكون مدير ناجح، فبيحط ورقة وقلم، شو إيجابياتي، نقاط قوتي بهذا المجال، بهالموقع اللي أنا حكون فيه. تمام. نقاط القوة بيكتبها، بيرجع بقى بيطلع شو نقاط الضعف اللي عندي، كمان بيكتبها، بعدين كيف بقدر أنا طور المصادر أو اللي بتقدر تطلعني لأفضل نسخة مني، أو أني أقدر أطلع الإيجابيات بأفضل صورة، وبنفس الوقت شو عندي أشياء ممكن تحبطني أو تسحبني أو ضغوطات. تمام. ضغوطات يتعرض لها أنه يعني أو شيء طارئ يعني يضعف فيه. هون لما بيحط هالمعادلة وبيبلش هو يحط 1 2 3، أنا هدول إيجابياتي، هدول سلبياتي، هدول نقاط قوتي، هدول نقاط
ضعفي، وبيبلش بقى وحده وحده انه يحاول يتطور. هي مصفوفة يعني هيك بيطور حاله الواحد يمكن مع الوقت، ودائما لازم يكون عنده هدف ويمشي ورا هدفه لحتى يوصل للشيء اللي هو بده اياه. يعني شكرا كثير لوجودك معنا، رمضان كريم عليك يا رب، وشكرا على المعلومات الحلوه اللي اعطيتينا اياها. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.